قرار اعتزالي متوقف على تحسن حالتي الصحية. الفنان توفيق عبد الحميد يحسم الجدل حول اعتزاله الفن. في الفيديو ده هنعرف أكتر، هل الفنان توفيق عبد الحميد هيعتزل وإيه هو مرضه بالظبط؟ أنا محمد إبراهيم ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة أتمنى إنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. اتكلم الفنان توفيق عبد الحميد عن مرضه وقال ان هو عنده مشكلة في العمود الفقري، والمشكلة دي لازم تدخل جراحي علشان المشكلة تتحل، لكن هو دلوقتي ماشي على علاج طبيعي ومستني ان ممكن يكون في امل ان العلاج الطبيعي يجيب نتيجة. لكن في حالة عدم وجود نتيجة من العلاج الطبيعي هيضطر ان هو يعمل جراحة، وبالتالي موضوع عمود الفقري هو اللي متسبب في اعتزاله الفن. وفي حالة تحسن عمود الفقري هيرجع يشتغل تاني ومفيش أي مشكلة. ده كلام الفنان توفيق عبد الحميد. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.